السلام عليكم. قال الموقع الاستخباراتي العبري ديبكا إن سوريا ستشهد حدثا عسكريا جديدا خلال الأيام القليلة المقبلة يمكن أن يغير مجرى الأمور في منطقة الشرق الأوسط، وسيقابل رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال إفيف كوخافي أول معضلة عسكرية في حياته العسكرية كرئيس أركان، ممثلة في تواجد آلاف القوات الموالية لإيران على طول الحدود العراقية السورية تنتظر السماح للدخول إلى الأراضي السورية بحسب الواقع. وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن الجنرال قاسم سليماني قائد قوات الحرس الثوري الإيراني أعلن عن تمركزها عن ما يزيد 10,000 مقاتل من الحشد الشعبي على حدود العراق السورية على أهبة الاستعداد لاختراق الحدود السورية ودخول الأراضي السورية. وأوضح الموقع الاستخباراتي العبري أن تلك القوات تتواجد تحت قيادة أبو مهدي المهندس إيراني الجنسية وهو أحد نواب قاسم السلماني، وبأن تلك القوات تستعد للدخول إلى سوريا في حال موافقة النظام السوري بذلك، وبهدف الانضمام لقوات النظام ولقوات حزب الله اللبناني في سوريا نفسها لمواجهة تنظيم داعش في منطقة شرق سوريا. وأشار الموقع الاستخباراتي العبري وثيق صلة بجهاز الموساد الإسرائيلي إلى أنه في حال دخول هذه القوات إلى الداخل السوري فإن ذلك يعد الدخول الأكبر منذ دخول قوات موالية لإيران إلى سوريا ولدخول قوات حزب الله اللبناني نهاية عام 2014. وأضاف الموقع الاستخبارات الإسرائيلي بأن دخول هذه القوات الموالية لإيران سيكون لاختبار الأول والحقيقي للجنرال إفيف كوخافي الذي تولى مهام منصبه قبل أيام قليلة، موضحا أنه في حال دخول هذه القوات بالفعل إلى سوريا فإن قد دخول ما يزيد عن 15,000 مقاتل إلى سوريا خلال أيام قليلة فقط. يذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني صرح منذ يومين ببقاء ميليشيات بلاده في سوريا رغم التهديدات الإسرائيلية باستهدافها. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد 14 كانون الثاني بتكثيف الهجمات الجوية على الأراضي السورية إذا لزم الأمر لمنع التمركز العسكري الإيراني في هذا البلد. ونفذت إسرائيل في العام الماضي سلسلة واسعة من الغارات الجوية على مواقع عسكرية داخل سوريا قالت إنها مواجهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد، أو جاءت ردا على تصرفات عدوانية من قبل الجيش السوري. وأكدت حكومة نتنياهو مرارا أنها لن تسمح للقوات الإيرانية بالتمركز عسكريا في سوريا، مصرة على أن إيران التي تعتبرها أكبر عدو لها تسعى لتوسيع نفوذها بما في ذلك عبر حليفها حزب الله اللبناني على الأراضي السورية من أجل شن هجوم عسكري على إيران. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. السلام عليكم. أعلنت الرئاسة اللبنانية السبت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس الأحد وفد بلاده في القمة بيروت الاقتصادية. وقال مصدر في الرئاسة اللبنانية للأناضول إن أمير قطر أبلغ الرئيس اللبناني ميشيل عون بأنه سيحضر شخصيا الأحد لترأس وفد بلاده في القمة العربية الاقتصادية. وكانت قطر أعلنت في السابق أن تمثيلها سيكون على مستوى وزير الدولة لشؤون الخارجية سلطان بن سعيد المريخي ووزير المالية محمد الشريف. يذكر أن الوفد العربي المشارك في قمة بيروت الاقتصادية الثنموية بدأت تصل إلى العاصمة اللبنانية الجمعة في ظل غياب غالبية رؤساء الدول العربية عن القمة. وواصل عدد من الوفود العربي على مستوى السفراء والمندوبين عن المشاركة في أعمال القمة. وأكدت معلومات رسمية من منظمي القمة أن ثلاث فقط من رؤساء الدول العربية الـ22 سيشاركون في القمة، وهم رئيس العراق برهم صالح ورئيس موريتانيا محمد والعبد العزيز ورئيس لبنان البلد المستضيف ميشيل عون قبل أن ينضم إليهم أمير قطر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى
الإعجاب والتعليق. ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. السلام عليكم. فيما اعتبره البعض ردا على حماقة ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان تجاه كندا والأسماء الأخيرة بينهما، يضغط رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بكل قوة على السعودية في ملف حقوق الإنسان وإحراجها دوليا. فبعد قبول كندا لطلب لجوء الفتاة السعودية الهاربة رهف لقنون واستقبالها استقبال الفاتحين من قبل أعلى المسؤولين هناك، خرج رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الجمعة ليطلب بالإفراج عن المدونة السعودي رائف بدوي المعتقل منذ عام 2012، ويؤكد على أن هذا المطلب هو أولوية لجميع الكنديين. وقال ترودو في مؤتمر صحفي إنه أثار مباشرة ملف بدوي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد ابن سلمان في قمة مجموعة العشرين في أواخر نوفمبر في الأرجنتين. وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أنه اقترح على ولي العهد السعودي أن يصدر عفوا ملكيا عن البدوي. والتقت ترودو زوجة بدوي إنصاف حيدر التي تعيش في كندا مع أطفالها الثلاث، وقال إنه لا يستطيع أن يتخيل ما تعيشها هي وأطفالها بسبب سجن المدون منذ وقت طويل. وكان بدوي المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية قد اعتقل عام 2012 بتهمة الإساءة للإسلام، وحكم عليه في مايو 2014 باستجناء 10 أعوام وبألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا، ما استدعى ردود فعل دولية منددة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق. ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. السلام عليكم. شن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ هجوما عنيفا على الشعب السوري محملا إياه مسؤولية الدمار والخراب الذي حل ببلادهم. ووصف الشيخ الربيع العربي بالربيع السامي المهلك للإنسان العربي، وتبع سوريا هذه الدولة القوية وإن كان فيها ما كان فيها، انظروا ماذا أصبح شعبها مشردا فقيرا معدوما دليلا يجوب جميع بلاد العالم لأنه سمح لدعاة الفتنة والشر والمتجرة بعواصفهم أن يحركوا هذه الشوارع ويحصل ما حصل منهم. وأصبحت سوريا كما ترون. حديث آل الشيخ جاء خلال ندوة حمل عنوان واجب المكاتب التعاون في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية، أقيمت الأسبوع الماضي في الرياض. وأعبر ناشطون عن غضبهم تجاه تصريحات آل الشيخ التي ألقى فيها باللوم بالدرجة الأولى على الشعب السوري، مختزلا جميع جرائم النظام السوري بعبارة وإن كان فيها ما كان فيها بحسب ناشطين. وأوضح ناشطون أن تصريحات آل الشيخ تأتي متناسقة مع النغمة الإعلامية السعودية التي تروج للتطبيع العلني مع الأسد وإعادة سفارة في دمشق. وقال ناشطون إن عبد اللطيف آل الشيخ يزور الحقائق ويتجاهل الدعم السعودي العلني للمعارضة في سوريا والدعاء على الأسد في المسجد بالسعودية. وكان عبد اللطيف آل الشيخ أثار جدلا واسعا قبل أيام بعد انتشار فيديو له ويشتم فيه العلامة والمفكر المصري سيد قطب وعضو الاتحاد العلماء المسلمين الموريتاني محمد الحسن ولد الدود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل الشر والفتن فرقوا بين الأب وأبنائه وبين الإمام وجماعته وبين القاضي وخصومه وبين القائد والقيادة وغير ذلك. ألبوا الناس وألبوا العامة حتى تكشفت الأمور وأصبح شرهم واقعا ملموسا من خلال ما رأيناه في الدول المجاورة من الدعوة إلى الثورات وما يسمى بالربيع السام المهلك
للإنسان العربي المسلم. آلة هذه الدعوات وهذه الدعايات وهذه الأبواب بهذه الأوطان إلى ما رأيتم سوريا هذه الدولة القوية، وإن كان فيها ما كان فيها، انظروا ماذا أصبح شعبها، مشردا فقيرا معدما ذليلا يجوب في جميع بلاد العالم، لا لشيء اقترفه، وإنما لأنه سمح لدعاة الفتن والشر والمتاجرين بعواطفهم أن يحركوا هذه الشوارع ويحصل ما حصل منهم، وأصبحت سوريا كما ترى. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. أثار إعلان 5 من مشايخ الفضائيات المصرية ذهابهم لأحد دور السينما بالقاهرة لمشاهدة فيلم الضيف للكاتب المثير للجدل بنظرته للإسلام إبراهيم عيسى، الانتقادات والتساؤلات حول دلالات الحدث وما طرأ على المشايخ من تغيرات بظل حكم النظام الحالية. مجموعة من المشايخ التي تظهر عبر برامج فضائية تندمك يتزعمهم خالد الجندي صاحب الفتوى المثيرة وداعم لرأس النظام عبد الفتاح السيسي، بجانب المشايخ رمضان عبد المعز وأشرف الفيلة ورمضان عبد الرازق ورمضان عفيفي، في تجربة وصف هباء الرحلة التنويرية التثقيفية وبدعوى أن الفيلم يتحدث عن الحجاب. مراقبون رأوا بموقف المشايخ الخصت هدم لبعض الثوابت وحثا للمصريين للانفتاح على عروض السينما التي يغلب عليها مؤخرا الرقص المبتذل والعرية ومشاهد الإثارة الجنسية. وحراسة دمك التابعة لجهات سيادية على نقل الحدث وتصوير المشايخ وأخذ كلمة منهم أمام السينما لتعرض ببرنامج لعلهم يفقهون، الذي تابع فيه المشايخ مساء الخميس عرضهم وتحليلهم للفيلم وإشادتهم بصناعه وكاتبه، رغم أنه بنهاية الفيلم ينجح بطلها بإقناع بعض الفتيات بخلع الحجاب. ومن أمام قاعة السينما ظهر الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بملابس كاجوال وقال: أنا جاي السينما أستمتع، أنا مبسوط وفرحان وبحمد ربنا عشان أنا شيخ، واو بشكر ربنا إنه بيمتعين بديني وأنا معنديش عقدا ومفيش على رأسي بطحة، واو الفن والدراما من أدوات تجديد الخطاب الدينية، واو لو كان هناك مشاركة حقيقية لصناعة الوطن والحضارة وتجديد الخطاب الديني، احنا جايين السينما نعلن أننا مع الفن والدراما طالما لصالح الوطن. وربط رمضان وعبد المعز في المقطع نفسه بين حضوره للفيلم والدين، وقال: الحكمة دالة المؤمن، ولا بد أن يكون واسع الأطلاع ويسمع الرأي الآخر ولا ينتقد شيئا أو يمدحه دون أن يراه. وأضاف: الحمد لله بالأمس أصحاب الفضيلة العلماء المشايخ الأجلاء، وكان معنا حبيبنا الشيخ خالد الجندي، كنا يعني في رحلة تنويرية تثقيفية مع ان الجو كان شديد البرودة، كان صعب جدا يعني، والمشايخ كانوا جاي، كل واحد كان جاي لابس الدولاب. صحيح. خلونا نشوف كده، نوري حضراتكم تقرير سريع كده ونرجع نعمل مدارسة علمية فيها تنوير وثقافة بكل الحب والإخلاص، ونشوف القرآن والسنة. تعالوا نشوف بس التقرير الأول ونعود إلى حضراتكم بمشيئة الله.
على فكرة أنا جاي هنا عشان أستمتع، لأنه أنا مبسوط وفرحان وبحمد ربنا إن أنا شيخ. الرسالة بتاعتي لما تبقى رسالة وترفيه في نفس الوقت، أظن ده يعني إنعام كبير جدا من الله. أنا متشكر لله سبحانه وتعالى إنه بيمتعني بديني، وإني ما عنديش عقد، وإني ما عافيش على رأسي بطحة، وإني أنا بقدر أواجه. فلو كانت هناك مشاركة حقيقية لصناعة الوطن أو لصناعة الحضارة أو لتجديد الخطاب الديني، إحنا جينا هنا عشان نعلن إن إحنا مع الفن ومع الدراما طالما لصالح الوطن ولصالح الدين. من المبادئ الجميلة اللي النبي علمها لنا الحكمة ضالة المؤمن، إن المؤمن بيبحث عن الحكمة دائما، وزي ما سيدنا شعيب قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هصلح حاجة زي وأنا معرفهاش. فلازم المؤمن يكون واسع للطلاع ويشوف الرأي والرأي الآخر، وما يهاجم شيء أو ينقد شيء أو سلبا أو إيجابا. يعني أنا عايز أمدح شيء أمدحه زي من غير ما أشوفه، طب عايز انتقد شيء نقد بناء ايجابي ازاي من غير ما اشوفه. فعشان كده بنشوف واحد يجي يقول لك: طيب بس الافلام والسينما وفيها وفيها، والله ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. والله الحاجه الحلوه نشوفها والحاجه الوحشه نغض بصرنا، ونسال الله تبارك وتعالى انه يجعلنا دائما مفاتيح للخير ومغاليق للشر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. السلام عليكم. زعم الأكاديمي السعودي أن الكاتب الراحل جمال خاشقجي لا يزال حي يرزق، مشيرا إلى وجود مؤامرة تستهدف المملكة. الأكاديمي صالح السعدون رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية المعلمين بعرعر والأستاذ السابق في جامعة الحدود الشمالية قال في حسابه عبر تويتر أن الخائن جمال خاشقجي حي يرزق ولم يموت ولم تحدث أي جريمة بالأصل، إلا إن كان سيقتل مسبقا وتقطيع جثته في الأسابيع القادمة. وزعم السعدون أن ما توصل إليه هو تحليل لتغريدة مثيرة أطلقها شخصية أمريكية لم يسمعها، وقال: تغريدات لشخصية أمريكية أتت بتفاصيل مذهلة ومراعاة للحقيقة القائمة بأنه ليس كل ما يعرف يقال، وخضوعا للحساسية الوطنية العليا فإننا لم نأتيكم بكل ما قال. وأضاف: لو أتيتكم به لدولتم أيها دول. وأثارت تغريدة صالح السعدون سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال نشطاء في إن الأكاديمي السعودي يحاول المزايدة على الحكومة نفسها في الوطنية عبر في جريمة أرغمت الحكومة على الاعتراف بها بعد فضح أدلتها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. السلام عليكم. أعلنت حركة مجتمع أسلم أكبر حزب إسلامي في الجزائر مساء الجمعة تأهب واستعداد هياكلها لجميع التوقعات تحسبا لخوض الانتخابات الرئاسية في حال اعتماد هذا الخيار من جانب مجلس الشورى الحركة، ويجب أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 600 توقيع توكيل على الأقل للمنتخبين محليين أو في البرلمان عبر 25 ولاية أو 60 ألف توقيع لمواطن في سن الانتخاب من 25 ولاية، على أن لا يقل عدد عن 1500 توقيع في الولاية الواحدة. جاء ذلك في بيان للحزب توجه اجتماع لمكتب التنفيذي انعقد للنظر في قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق الجمعة
تحديد 18 نيسان أبريل القادم موعد الانتخابات الرئاسية، وينهي بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 1999 ولايته الرابعة في نيسان أبريل المقبل. ولم يعلن حتى الآن إن كان سيترشح لولاية خامسة في ظل دعوات مستمرة من مؤيديه للاستمرار في الحكم مقابل دعوات إلى عدم الترشح بسبب متاعبه الصحية. وأعلن بيان الحزب تأهبه واستعداده هياكله ومؤسسات الحركة والمناضلين والمناضلات والمنتخبات والمنتخبين لجميع التوقعات لخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحها بجدارة واستحقاق لعدم هدر مزيد من الوقت في حال ما قرر مجلس الشورى الوطني ذلك. والسلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. قال المغرب الشهير مجتهد إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان انقلب على ابن عمه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل. وقال مجتهد في سلسلة تغريدات عبر تويتر إن ابن سلمان أبقى الفيصل في إمارة مكة لأنه من كبار آل سعود الذين رضوا بالخنوع له، فاستفاد منه كدليل على أنه يحترم الجيل القديم. وقد أبلى خالد أخوه تركي بلاء حسنا في تسويق شخصيته، لكن يبدو أنه ارتكب تصرف أغضب مبس ألحك المجدد له الإمارات بعد نهاية الفترة تهيئة لإزاحته. وتابع التصرف الأول والذي كان تصرف أحمقا هو استماتته في إخبار الملك عن مقتل خاشقجي ظننا منه أن الملك سيتدخل لعلاج الأمر. ابن سلمان لم يتضرر لأن الملك نسي الموضوع بعد دقائق لكنه تضايق من تصرف خالد واعتبره دليلا على سوء نية بتحريض الملك عليه. التصرف الآخر الذي أغضب ابن سلمان من خالد الفيصل هو نداؤه لرجال الأعمال أمام الكاميرات بطريقة استجدائية توصيلية بالاستثمار داخل البلد واعترافه بخروج الأموال، وكأنه يؤكد أن خطط ابن سلمان فاشلة في تشجيع الاستثمار، ولا حل إلا الاستجداء والتوصل. وكيف يقبل ابن سلمان ذلك وهو مآخذ مقلب في 2030؟ وتساءل مجتهد، هل يمضي ابن سلمان قدما ويكرشه من إمارة مكة، أو ينتظر إلى أن ينهي حاجته منه في إزاحة دور الجيل القديم تماما؟ ابن سلمان أعد الأمير البديل من صغار الأمراء، لكنه متردد جدا ولا يزال قلقا من الجيل القديم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. السلام عليكم. وجه المفكر الكويتي عبد الله النفسي نصيحة للرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي عن الحكم في ظل تواصل الاحتجاجات في أنحاء البلاد. وقال النفسي في تغريدة عبر تويتر: لو كنت مكان البشير لا سمح الله لما ترددت في التنحي. وأضاف: مساحة السودان 1886 مليون كيلومتر مربع، تقريبا مئات الكويت، فقمع الاحتجاجات في الخرطوم لا يعني نهايتها. وذكر أن البشير حكم لمدة 30 عام، وتجددت الجمعة الاحتجاجات بعد بعدد من أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان وفاة متظاهر في بري شرق الخرطوم متأثرا بجراحه. وكانت الشرطة السودانية نفت أن تكون أطلقت الرصاص الحي
خلال تجدد الاحتجاجات الخميس بالعاصمة الخرطوم، وأشارت إلى أن ضحايا هذه الأحداث قتيلان اثنين وليس ثلاثة كما تداول إعلاميون. ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول الماضي احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشة ومطالبة بإسقاط النظام. عمت عدة مدن بين العاصمة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا وفق آخر الإحصائيات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولي إن عددهم 40. وأصدرت نيابة أمن الدولة بالسودان مذكرة توقيف بحق 38 صحفيا وناشطا إلكترونيا بتهمة التحريض ونشر أخبار كاذبة وإخلال بالسلام والطمأنينة العامة وفق إعلام محلي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. السلام عليكم. دعا منظمو الاحتجاجات في السودان السبت إلى موكب احتجاج جديد ينطلق يوم الأحد نحو البرلمان السوداني للتعبير عن غضب الشعب بسبب الأوضاع الاقتصادية ومطالبة برحيل الرئيس عمر البشير. ووجه تجمع المنيانيين السودانيين المنظم للاحتجاجات الشعب السوداني إلى المشاركة في الموكب الذي سينطلق من أماكن عدة تحت مسمى موكب أم درمان، وهي اسم المنظمة التي شهدت مرارا قمع الأمن السوداني للمحتجين. يشار إلى أن البرلمان شهد استقالة برلمان بسبب قتل المتظاهرين على يد الأمن السوداني خلال تفريق عدد من الاحتجاجات، في حين لفت إلى عدد آخر من السودانيين. والسلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.